وعبد الله. تمام. عايز تتكلم على حد تاني من يعني صفقات؟ طبعا نادي الزمالك حقيقه جاب صفقات كتير، احنا بنتكلم عبد الله سعيد، ناصر ماهر، احمد حمدي، زياد كمال، لاعب امبي وده اعاره يعني، محمد شحاته في طلائع الجيش، ياسر حمد، مهاب ياسر، محمد عاطف، متيبة ده لاعب اوغندي عنده 18 سنه، عوده سيف فاروق جعفر النهارده يمكن خلاص بيخلصوا في اللاعب، لاعب الجونه احمد حسام. طيب نمشي واحده واحده. طبعا عبد الله سعيد ما فيش حد يقدر يتكلم عليه. هو ده المركز اللي ناقص في نادي الزمالك، لان اوباما بقاله سنتين ثلاثه مش هو اوباما، فانت محتاج واحد زي ده. وناصر ماهر وجبت ناصر، لا وجبت ناصر ماهر يعني هيبقى في منافسه. بس هنا بقى الاختيارات بتاعت المدير الفني، فانا شايف ان هما اتنين وثلاثه كمان احمد حمدي مش وحش، بس احنا بقالنا سنتين ما شفناهوش او ثلاثه من ساعه ما طلع ما حدش، بس نشوفه بقى في الماتشات. الماتشات هي اللي تقول اذا كان هيبقى صفقه كويسه ولا لا. 25 سنه كان زياد كمال ده كان بيطلع من ام بي اعاره، كنت شايفه من 100 سنه في المصري باين، يعني ما نركزش عليه قوي غير لما نشوفه في الملعب. محمد شحاته طبعا انا كان عندي كان يجيبه محمود صابر حتى لو هيدفعوا فيه 2 مليون. محمود صابر ده هيبقى امل مصر. هو محمد شحاته مش وحش، بس انت في الحاله دي كنت لازم تمشي الاثنين اللي موجودين ديفندرات عشان تجيب محمود صابر. ياسر حمد معرفوش. عندك محمد عاطف ده لعيب كويس، بس مشكلته ان انت جبت في مكانه مهاب ياسر وفي مصيبه سودا اسمها شيكابالا. يعني شيكابالا ربنا يديله الصحه، مين هيلعب عليه؟ مفيش حد يلعب عليه الا لا قدر الله بقى، يا اما ياخد قرار الاعتزال. انما هم جايين شيكابالا ما بيلعبش في كل الماتشات يا كابتن. ماشي، بس هم جايين مكانه نفسيا، هم رايحين يصغروا معاه، هم لعيبه كويسه وكويسه قوي وهتفرق، خلي بالك. والناس دي هي اللي في الناس دي كلها اللي جعانه كوره بجد، اللي هي هتديك المردود اللي انت عايزه وزياده، بس ياخده. تمام. يعني المدير الفني يبدا يعتمد عليه، ده يبقى عندك تشكيله، انت عندك في الحته دي شيكابالا، زيزو، مهاب ياسر، وعندك محمد عاطف. انا شايف ان هم بس كان لازم يركزوا على الديفندر ويركزوا على اتنين مساكين كويسين، لان عندك محمود علاء مش في الحاله بتاعت السنين اللي قبل كده. عندك حسام مجيد انا بصراحه شايف ان كتير عليه في نادي الزمالك بالامانه، يعني كان لازم يجيبوا باك ليفت تاني مع احمد فتوح وعبد الشافي. باك رايت لازم كان جابوا باك رايت، يعني احمد حسام ده بيلعب باك رايت وبيلعب سيرد باك. ماشي، باك ليفت انا اسف، ولا ايه سيرد باك؟ لا انا بتكلم على باك رايت. باك رايت يا اما تشيله بقى المسلوسي طالما هيقعد، يبقى تخليه باك رايت. خليه بقى باك رايت في مكان بس يجيبوا كان اتنين مساكين كويسين. عمر جابر موجود، علامات استفهام كتيره على عمر وعلى دونجا وعلى رؤى، لان خلاص بقى الناس دي كانت لازم وتجدد بقى. وكان جابوا بقى حمدي علاء، خلصوا له العاره بتاعته ورجعوه في حته الديفندر دي. جدد لازم تجدد وتعمل شكل جديد، لان بس مش في نص الموسم الفتره. لا يا حبيبي معلش، لا اصل ده ابننا، يعني هو ابنهم. هاته ورجعه، لان انت عندك لو انت لعبت بشيكابالا وعبد الله السعيد، انت عايز الثلاثه اللي في نص الملعب ولا الاثنين يكونوا بيجروا في كل حته في الملعب. طيب كمل يا كابتن، انت كنا وصلنا لمحمد عاطف، متيبه، وسيف فاروق جعفر عودته برضه رايك فيها ايه؟ لا مش هتكلم عنه. ليه؟ لا مش هتكلم عنه. يعني يفيد؟ مش هتكلم عنه. يفيد؟ خلينا سؤال. بس في سؤال بس. ايه؟ يفيد عودته؟ مش هتكلم عنه. مش عارف. معلش انا مش هتكلم عنه. انا بكلمك بقى على الاوغندي اللي عنده 18 سنه ده. انا سامع ان هو كويس، بس ده برضو اللي يفرق. لازم تشوفه في الملعب. بس هما بيقولوا عليه قصص، فنستنى ونشوف. وبعدين بيلعب ناحيه ايه؟ الرايت. لانه اشول شيكا، هو زي شيكا. طيب ما انا بقول لك يبقى عندك مهاب ياسر وعندك محمد عاطف وعندك زيزو وعندك شيكابالا طيب اخر حاجه، اصابت الونش ده قدر. انا ما انا عارف ان هو قدر، يعني هل بقى فكره الونش وعدم وجوده ممكن طبعا أعلم. انا بقول لك كان لازم يجيبوا اتنين مساكين. يعني لا قدر الله الاصابه بتاعت الونش، سواء
ان شاء الله راجع قريب ولا هيتاخر، انت كده كده لازم تامن نفسك باتنين مساكين، لان انت جبت صفقات كتيره قوي وسبت الحته دي، لان انت عايز في الحته دي وعايز حارس مرمى كويس كمان، يعني حارس مرمى كويس مع عواد عشان يبقى في منافسه. طول ما انت كده عمر مش هيبقى في منافسه. السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامجنا قهوه الخواجه. دايما بنقول بتشجع كوره ولا بتشجع نادي؟ اكيد بتشجع كوره، والخواجه معجم كوره. راي الكابتن رضا عبد العال في صفقات نادي الزمالك، يعني قال حاجات مهمه جدا. هو قال انا مش هتكلم على سيف فاروق جعفر، وبصراحه يعني جاي في ايه وماشي في ايه وماشي وما كانش الشيك وماشي وما كانش ابن النادي، فما تعرفش هو جاي في ايه وماشي في ايه، دي حاجه. وبرده مش هنعلق عليه لان بصراحه يعني موقفه مش قوي، دي حاجة. الحاجة التانية اللي هو نادي الزمالك ركز في الجانب الهجومي قوي زي ما قلنا، وزي ما سمعنا مع كابتن رضا عبد العال نجم حلقتنا النهاردة، ان الجانب الدفاعي كمحمود علاء كحسام عبد المجيد كأصابة الونش كالمسلوسي، هو ركز في خط وسط الملعب كله هجومي. فالخط هو كان محتاج مساك، الزناري بدا يرجع، النادي الزمالك ما هو اللي ما عندوش دفاع. وكابتن رضا عبد العال اتكلم كويس قوي على عايز حارس مرمى كمان مع عواد، على اساس ان عواد لما يصاب يبقى عندك او توقف او نزله برده او انذارين او ايا كان من اي نوع، يبقى انت عندك البديل، لان الفريق اللي انت بتكون فرقه. ونادي الزمالك عمل صفقات رائعه، من ضمنهم طبعا عبد الله سعيد وناصر ماهر طبعا اللي ايه حدث بلا حرج، يعني صفقات نار يا حبيبي نار. والجانب الدفاعي او بحراسه المرمى كان محتاج ان نادي الزمالك يبص بص عليه. ومستني رايك في الكومنتات. تحياتي احمد الخواجه، حبيبي يا خواجه.